ما بين إسرائيل الكبرى وما بين المستعمر القديم الذي ينفذ أجندة كاسنجر، الذي قال في عام 2011 أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تحافظ على مقعدها يعني في حكم العالم القطبية الواحدة إلا باحتلال مناطق النفط في منطقة الشرق الأوسط. وعليه أنه إرسال جيرالد 4 ده أول الغيث. كان هناك إرسال لعدد كبير من أو تعزيز للترسانة الأمريكية لم يركز عليها الإعلام منذ أكثر من 3 أشهر في سوريا، في شمال سوريا وفي الخليج العربي، وهذا كان واضح بشكل كبير. وهنا كان هناك تحركات أمريكية يعني غير معتادة بهذا الشكل في بعض القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية سارعت في دعم إسرائيل وأرسلت هذا السلاح وحاملة الطائرات، وهناك أخرى في الطريق والذخيرة. هذا يؤكد أن الأمر مرتب، لا يعني وجود للمفاجأة فيما وقع في منطقة الشرق الأوسط، وكان متوقع أن يحدث منذ أكثر من شهرين. ربما هناك ترتيبات أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تحاول تفجير منطقة الشرق الأوسط وحتى في دول إفريقيا لإعادة رسم النفوذ، مستغلة أن روسيا منشغلة في أمرها. الصين قناعتهم لن يعني لن يدافعوا عن أحد في أي منطقة في العالم. ولكن هناك نقطة هامة، أن الخطأ الاستراتيجي هو أن إيران كانت تعتقد بأن فتح جبهة أوكرانيا سيعرقل الولايات المتحدة الأمريكية عن إقامة حرب في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تشعر بعد التصعيد الأول في 7 أكتوبر من حماس أن كان هناك تراجع مرحلي لتدارك أن العالم مجهز لهذه الحرب. يعني أنا شعرت بالصدمة من إيران ومن حزب الله، يعني كان مفاجئ رد الفعل الأمريكي، لأن أنا في قناعتي أن أمريكا كانت مستعدة وجاهزة لهذا الموقف. طيب يبقى قلت لي بقى، إذن هرجع لك على مسألة ومصر. مصر طبعا هو في برضو في قناعات، انت دلوقتي مصر بتواجه تحديين او قوتين، اسرائيل لوحدها وفكرة اسرائيل الكبرى، والغرب الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا تحديدا. اسرائيل هي عندها حلم من النيل للفرات. اولا تبدأ باسرائيل الكبرى اللي هي هتبقى كل الاراضي الفلسطينية من قطاع غزة للاراضي المحتلة للقدس. ده بيتطلب منها مرحلة أولى تهجير قطاع غزة، سكان قطاع غزة إلى وطن بديل في سيناء، وتهجير سكان الضفة إلى الأردن تحديدا في منطقة البتراء على ما أتذكر يعني، والتوسع في جنوب لبنان، والتوسع فيما بعد إلى الجولان بعد الحرب الشاملة اللي هتحدث في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستكون فيها خسائر كبيرة. شاملة؟ لأن يعني للأسف الحرب على محور إيران في استراتيجية لإيران، هتبدأ الحرب ما بين حزب الله وما بين من سوريا ومن حزب الله ومن حماس مع إسرائيل. هتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها في سوريا وفي حزب الله أن تتولاهم، على أساس أن إسرائيل تتولى وحدها حماس. إيران بقى هتشعر في الوقت ده أن الخطر يهددها طبعا. هتبدأ تحرك الحوثي. ليه بقى؟ لأن إيران لو ضربت إسرائيل مباشر، هي تعلم أن الحرب الشاملة طالت أم قصرت ستنتهي إيران بكل أضرارها. أنت تحارب القوى العظمى مجتمعة، روسيا لن تأتي لمحاربة أمريكا من أجل إيران، ولن تدير الصين ظهرها أو وجهها للشرق، قد تستغل هذه الفرصة للانقضاض على تايوان، وهذه نقطة مهمة. معروف أن الصين لا تتدخل في أي نزاع عسكري على مستوى العالم حتى ولو كان يضر بحلفائها وشركائها الاستراتيجيين، هي أنا بعيدة عن أي نزاعات عسكرية. وروسي مستفيد. لماذا؟ حين يتم تخييرك أنت كمصري ما بين مجالك الحيوي ولا نفوذك، تختار إيه؟ مجال الحيوي. هو ده اللي هتعمله روسيا، هتنهي وتحسم أوكرانيا بشكل كبير، لأنها تعلم القادم بشكل يعني مش هتتفاجئ. و يعني في هذه النقطة هي أمريكا بتلعب على فكرة تغيير نظام الحكم في سوريا، لأن التواجد الروسي في سوريا بناء على طلب رسمي من بشار الأسد والحكومة الشرعية. انتزعت انت الشرعية من مكانها، وبعد ما نتفق بقى في سوريا على رئيس جديد وشوف مين هيتفق، الخليجيين هيتفقوا مع الإيرانيين، خلاص دخلت في فوضى. كل اللي هيقدر ياخد قطعة ياخدها، يعني التركي هيدخل، الكردي هيدخل، الأردني ممكن يتوسع لحماية حدوده خاصة أنه مهدد بشكل كبير. هو ده ما تحاول أمريكا فعله. أنا أعتقد أن الروسي والصيني مستفيدين، ومش محدش هيجي يحارب بدالك. النقطة المفصلية
حاليا اللي مفروض نعمل عليها كلنا لو عايزين ان يعني نقطر الحرب، نقلل الخسائر، نحيد، ان يكون في تواصل مباشر على مستوى الزعماء ما بين مصر وما بين السعودية وما بين إيران لتلجيم الحوثي، وأن تكون الدول العربية بعيدة كل البعد عن التحركات الأمريكية. الكل يعلم النوايا الأمريكية بالمناسبة ليست مفاجئة، والكل يخشى نتائج هذه الحرب، ولكن إيران غير مضمونة في وقت ما لو ضربت إسرائيل مباشرة هيقضى عليها، فبالتالي هي عايزة تفاوض، هي مش عايزة حرب شاملة، وده رأي حزب الله. حرب تفاوض يعني أنا أضغط على حلفائك المقربين لأزمة، لإحداث أزمة نفط، أزمة اقتصاد، فبالتالي نجلس للتفاوض، وقد يكون ده في مرحلة متأخرة يعني.